الوراثية. إذا قلتوا له كذا فيخليكم تعيشون في جاسان، أحسن أرض في مصر. والنبي يوسف قال لهم كذا لأن المصريين ما يحبون يعيشون مع الرعيان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل 47. النبي يعقوب يقابل الملك فرعون ويباركه، وشال النبي يوسف 5 من أخوانه إلى عند الملك فرعون وقال له: يا سيد الملك فرعون، أبوي وأخواني جاءوا مع غنمهم وبقرهم وكل أملاكهم من أرض كنعان، وهم ذي الحين في جاسان. وقدمهم عند الملك فرعون، فقال لهم الملك: أتشتغلون أنتوا؟ فقالوا: يا مولانا فرعون، نحن رعاة غنم، وجينا وتغربنا هنا لأنه ماشي مراعي لغنمنا في أرض كنعان بسبب المجاعة، وذا الحين نرجوك تخلي نحن نسكن في جاسان. فقال الملك: يا يوسف، من حسن حظك أن أبوك وأخوانك جاءوا إلى عندك، بخليهم يسكنون في أي مكان يختارونه من أرض مصر، ونقترح أنهم يسكنون جاسان، أحسن أرض في مصر، وأنت اختار بعضهم ليهتموا بغنمي ومواشيي. وبعدين جاب النبي يوسف أبوه النبي يعقوب عليهم السلام وعرفه بفرعون، وبارك النبي يعقوب الملك. وسأله الملك فرعون وقال له: كم عمرك يا شيخ؟ فقال النبي يعقوب: يا ملك، كانت حياة رحالي نكدة استمرت 130 سنة. وبعدين بارك النبي يعقوب الملك فرعون مرة ثانية وخرج من عنده، وخلى النبي يوسف عليه السلام أبوه النبي يعقوب وأخوانه وأهلهم يستقرون في جاسان كما قال فرعون. وكان سيدنا يوسف يمونهم بكل ما يحتاجون، وزاد عدد بني يعقوب وتكاثروا في مصر، وعاش سيدنا يعقوب عليه السلام 17 سنة في مصر. النبي يوسف والمجاعة. واستمرت المجاعة، وأخيرا غلق البر في مصر وكنعان، وأصبحوا أهل مصر وكنعان حطاط ونحاف جدا بسبب المجاعة القوية. فجاءوا المصريين والكنعانيين لمان عند النبي يوسف واشتروا أكل منه، فجمع النبي يوسف كل الأموال الموجودة في مصر وكنعان وطرحهم في خزنة الملك فرعون. فلما غلقت أموال الناس جاءوا كل المصريين لمان عند النبي يوسف وقالوا له: يا سيدنا، خلصت أموالنا، ولكن أرجوك عطنا احنا بر علشان ما نموت. فقال لهم النبي يوسف: إذا ما عندكم أموال بابيع لكم أكل مواشيكم. فجابوا مواشيهم لمان عند النبي يوسف فعطاهم أكل مقابل الخيول والمواشي من الغنم والبقر والحمير، فأصبحت كل مواشي مصر حق الملك فرعون. ولما انتهت السنة جاءوا الناس عنده مرة ثانية وقالوا له: يا سيدنا، نحن نتكلم حقيقي، كل أموالنا غلقت ومواشينا أصبحت لك، وما بقي معنا غير أنفسنا وأراضينا، فأرجوك ساعد نحن علشان ما نموت. إذا عطيت نحن أكل وبذور لنزرع بنبيع أنفسنا وأراضينا للملك فرعون ونكون عبيد له. فاشترى النبي يوسف للملك فرعون كل الأراضي في مصر، وخلى كل الناس عبيد للملك فرعون إلا رجال الدين المتشفعين، لأن المتشفعين كانوا يحصلون دخل معين من الملك فرعون، فكانوا ما يحتاجون أنهم يبيعون أراضيهم. بعدين قال النبي يوسف للناس: اسمعوا، أنا اشتريتكم أنتوا واشتريت أراضيكم للملك فرعون، فخذوا البذور علشان تزرعون الأرض، وعندما تحصدون فلازم تعطون خمس الحصاد للملك فرعون، وتحتفظون بالأربع الأخماس لتكون بذور للمزارع وأكل لكم. فقالوا له: أنت أنقذت حياتنا، يا ريتك ترضى علينا يا سيدنا ونكون عبيد للملك فرعون. فعمل النبي يوسف هذا قانون، فاستمر سنين طويلة في مصر أن خمس المحصول
يكون للملك فرعون إلا رجال الدين المتشفعين. وسكن أولاد النبي يعقوب في مصر في منطقة جاسان، وما عثرت المجاعة عليهم وكسبوا فيها أموال وأملاك، وزاد وكثرت أعدادهم جدا. وعاش النبي يعقوب في مصر 17 سنة، وبلغ من العمر 147 سنة. ولما قرب وقت وفاته دعا ولده يوسف وقال له: لي طلب عندك يا ولدي، احلف لي انك بتعمل معي معروف وتظهر لي الوفاء. اسمع يا يوسف، اذا متت شلنا من مصر، فلا تدفننا في مصر ابدا، ولكن ادفننا مع ابائي في مقبرتهم في ارض كنعان. فقال النبي يوسف: بعمل كما قلت لي يا ابوي. فقال له النبي يعقوب: احلف لي يا يوسف، احلف لي. فحلف له النبي يوسف، فسجد النبي يعقوب لله العظيم على رأس سريره.